ينظر للكرة، يتخذ القرار، يتقدم خطوة بخطوة باتجاه الكرة ويصور طول. لقد صحح موقفه بعد أن أهدر فرصتين محققة للتسجيل. هو هدافهم، هو قائدهم، وبالتالي يسجل من نقطة الجزاء. إتياغو يعلن عن هدف أولا لمصلحة العروبة من نقطة الجزاء، والحسرة والندم، كل الندم من محمد بكر في اللقطة الماضية. شوفها لقطة إتياغو، تقدم صوب الكرة ولا راح لها عزيز، راح للكرة عزيز لكن سريعة وبدقة عالية من الهداف إتياغو. شوف كأنه يقول أنا تخلصت من الهم اللي كان علي بعد